الإنترنت دلوقتي معاك دلوقتي ما أقدرش أعملها، لأن لو في حاجات دلوقتي ما خدتهاش في الفكرة ما أقدرش أعملها. فكرة إن أنا أخد عنصر شحنة حرارية صغيرة أجيب المجال بتاعها وأعمل عملية تكامل، فلا أنا أقوم بالفرز. أقوم بالفرز الفكرة بتاعتي مبنية على إن أنا أحسب الفرز على أي سيرفس، بس في أي سيرفس بتاع صمت إيه؟ فورة. الفكرة عامل يقول لك لو أنت عايز تجيب المجال عند النقطة ديت ارسم صمت موفر وارسم الفلاس عن طريق تكامل اي دوت اي اي اللي هي الطريقه الاولى. وتقدر تحسب الفلاس على مسطح النقطه احسبه عن طريق سيجما كيو على ايه؟ على اف دوت او تساوي الكو بلس او دوت ار. في المساواه دي تاني اسمها قانون مين؟ قانون جاكسون. بعد كده بقى في دماغه في كل ايه؟ خطوات. هي الخطوات اول خطوه برسم سطح مين؟ لوز لو سطح نقطه قلنا المسطح بتاعته. بحاول اخلي المكان عليه يكون منتظم وزاوية سيتا تكون ثابتة بحيث تكامل دي نقطة دي وثابت. بعد ما اعمل كده بحسب سيجما كيو هو سطح جاوز وساوي الاثنين مع بعض اطلع عليه الدي. كان في مسألة كده شغالة المحاضرة كنت بتحاضروا فيها بس للأسف ما لقيتش ناس ايه وراها لقيتهم في حتة خالص. فما مشيتش بنفس الدكتور اللي قال ايه؟ كنت هدفع عليها معاكم ان طلب فهمت مسألة كويسة قوي من جاوز تقدر تعمل اي شكل. مسألة قلت عندي ايه؟ سبيريكال شيل كان عبارة عن الجزء الثاني بس الجزء اللي في النص ده ايه؟ مفرغ. يعني الشحنه موجوده من ار 1 ومين؟ وار 2. وفي شحنه نقطيه في السنتر كيو نقطه. وعايز نقطه اللي في الاثنين في جميع الايه؟ المناطق. افري وير. يعني ايه افري وير؟ يعني انا سايبها اصلا من ار 1 ما بين ار 1 وار 2 واكبر من مين؟ من ار 2. الخطوه بتاعتنا ايه؟ الخطوه الاولى انا برسم سطح جوز. ارسم سطح جوز هنا هعمل ايه؟ برسم سطح جاوز، سطح جاوز هنا احسن حاجه ارسمه عباره عن ايه؟ سطح كروي نفس شكل الشغل، تاني مره هنا اقل سطح جاوز هنا، اقل الخطوه الاولى. يبقى سطح الخطوه الاولى، يعني سطح جاوز اي نقطه عليه من السيمتري بتبعد عن الشغل نفس المسافه. يبقى الاثنين فيه منتظم على جميع نقط السطح، ايه منتظم؟ يعني عند النقطه دي زي دي زي دي زي دي، ليه؟ للتماسك. الموضع النقطة دي مش زي اللي هي زي ده بالنسبة للشحنة. يعني معنى كده ليه هيبقى ايه؟ من فوق. فأحسن حاجة إن أنا أخد سطح جوز على أي إيه؟ سبيد. يبقى دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية بعمل إيه؟ عايز أرسم الإي الليفت فيلد والدي إي. الإي هنا عبارة عن إيه؟ زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت أي شكل سبريكل ده عبارة عن إيه؟ زي الشمس كده. الشمس بتطلع فوق فين؟ في جميع الاتجاهات، يعني في جميع اتجاه اقسام الاقطار. يعني اكتب كل هيبقى خارج، هيبقى خارج بدايه من الشحنه النقطيه ويكمل في جميع الاتجاهات. هنا هيبقى خارج كده. هيبقى خارج كده. يعني معنى كده ان الاي وكاتب ان الاي المثلث يساوي اي المثلث في اليو ار. يعني هي اليو ار ديت يعني يقول الفيكتور في اتجاه انصاف الايه؟ الاقطار، تمام؟ ايه اللي رسمت الاي؟ عايز ارسم الدي اي. ارسم الدي اي في مين ديت؟ ده عنصر المساحه اللي هو بتاع سطح جوز. فارسمها فين الدي اي ديت؟ بتاع سطح اسود ولا سطح احمر؟ سطح الاحمر بتاع سطح جوز. فانا ارسم هنا الدي اي، قال لي ده عنصر مساحه هنا كده من السطح ده. اتفقنا ان عنصر المساحه بيبقى عامل على ايه؟ على السفير
بس واحد انت من ايه اللي فوق دي؟ اقول له هذه اللي هي عندها اهي هتبقى ضربه عمليه عليه على السطح، يعني معناها مضمونه بايه؟ يعني عند اي نقطه من سطح جاوس الزاويه بين اي والدي ايه كان؟ بزيرو. يبقى الخطوه الاولى اسمي سطح جاوس اللي هو سي، الخطوه الثانيه اسمي جي اي والدي ايه ليه؟ عشان احط زاويه بينهم. طب ليه عايز كده؟ عشان ابتدي اعمل الخطوه رقم ثلاثه اللي هي ايه الخطوه رقم ثلاثه؟ تكامل اي دوت دي اي على سطح جاوس اعرف اعملها ليه؟ يبقى انا تكامل اي دي اي كوساين زاويه، الزاويه بكام؟ بزيرو. بما ان الاي والفورم هيطلع بره الايه؟ بره التكامل، يبقى ده هيديني ايه؟ يديني اي تكامل الدي اي، يعني معنى كده هيساوي ايه؟ اي في الاريا. الاريا دي بتاعت مين؟ ما الاريا ارجع عنها يعني تساوي دي اي، طب دي بتاعت مين؟ بتاعت الصف اللي قدام عليه، يبقى بتاعت مين؟ جاوس. والاريا دي بتاعت مين؟ جاوس، اللي هو بالالوان الصف اللي لونه ايه؟ احمر. عباره عن ايه؟ سفير، مساحه اي سفير عباره عن 4 اطوال فريد التربيع، يبقى دي عباره عن اي اي 4 باي ار تربيع. عندي ار يا شباب ار واحد ولا ار اثنين ولا ار سمول؟ شايف اللي جه في الاريا بتاع جاوس؟ لو خدت احمر يبقى خدت الاريا بتاع مين؟ جاوس اللي هو مين؟ ار سمول تربيع. يبقى انا كده حسبت الايه؟ اللي انت عامل صاير بتاعهم مين؟ جاوس اللي هو دول تكامل اي دول في ايه؟ يساوي سيجما كيو على ابسلون. عايز احسب الرايت هاند صاير. لما انا احسب الرايت هاند صاير اللي هي الخطوه رقم 4 تاخد المواقع المختلفة. أول موقع لو جيت قلت R أكبر من R2، هل أنا راسم جاوز ده ولا هو مرسوم؟ يعني إيه R أكبر من R2؟ أنا برجع خالص مش قدام تاني تاني. R دوت هو ده جاوز هيشتغل عليه دلوقتي. طيب السؤال الأول في شهرة ولا ما فيش شهرة؟ السؤال التاني لو في هي مين؟ الخطوة التالتة أقسمها إزاي؟ السؤال الأول في شهرة ولا مفيش؟ في شهرة. مين هي؟ أحط إيدي عليها. مش كل الشحنة دي وكمان ديت؟ طيب يعني معناها عبارة عن مين؟ الشحنة الحجمية دي كلها زي الشحنة النمطية. هي عبارة عن شحنتين. الشحنة النمطية والشحنة دي كلها ولا جزء منها؟ كلها مش كده؟ كلها جوه سطح الأحمر. يعني معنى كده سيجما كيو هتساوي إيه؟ سيجما كيو تساوي إيه؟ هتساوي كيو الشحنة النمطية اللي موجودة في السلم زائد الشحنة السوداء كلها. طب الشحنة السوداء دي بتعرفها الضم ولا سيجما ولا رو؟ بتعرفها رو. يبقى عبارة عن مين؟ رو في الحجم ده اللي هو الحجم مين؟ حجم الاسود ده كله. أكيد حجم أي قشرة إزاي؟ حجم أي قشرة في الدنيا عبارة عن حجم كبير ناقص حجم صغير وحجم كبير. طب ده عبارة عن حجم كورة ولا صغنن؟ حجم كورة. يبقى ده عبارة عن رو مضروب في مين؟ حجم الكرة الكبيرة اللي نص الكرة كام؟ ار 2 ناقص حجم الكرة الصغيرة نص الكرة كام؟ ار 1 يبقى تكتب ازاي ده؟ 4 على 3 باي ار 2 تكعيب صح؟ ده فيها الحجم مين يا شباب؟ حجم كبير اللي هو الضهر كله مش كده؟ عايز يشوف منه انهي حجم؟ الفراغ اللي جوه اللي هو نص الكرة كام الفراغ ده؟ ار 1 يبقى ده ناقص 4 على 3 باي ار 1 تكعيب. كده حسبت الخطوه الرابعه. يبقى الاولى ارسم جاوس، الثانيه ارسم اي ودي اي. ليه؟ عشان لما انا احسب الليفت هاند سايد ده اعرف اطلع بره واحط الزاويه كام في صفر. يعني احسب الليفت هاند سايد اللي هو تكامل اي دوت اي. الخطوه الرابعه بشوف سيجما كيو في المواقع المختلفه. الخطوه الخامسه بطبق على قانون جاوس اللي هو بيقول ايه؟ تكامل اي دوت دي اي بيساوي سيجما كيو على اكس ونو. ده اللي انتوا حسبتوه في الخطوه الثالثه. وده في الخطوه الرابعه سوي له واحده بقى. ده طلع بكام؟ طلع اي 4 باي ار سمول تربيع. طب سيجما كيو طلع بكام؟ طلع بكيو نوت زائد رو في 4 3 باي مضروبه في ار 2 تكعيب ناقص ار 1 تكعيب كل ده مقسوم على اكس ونو. طبعا
كده. طب الواقع التاني وقال لي فاين ايه افرن وير تقول ايه؟ الواقع التاني زي ما ان انا اقول لك القاب واحد ومين؟ واحد اثنين. تعالى اقول ايه؟ انا اقول ايه؟ الحاله الثانيه عند ار اصغر من ار اثنين واكبر من ار واحد. اول ما اكتب كده صح كده بتاع المنطقه دي مرسومه ولا مش مرسومه؟ مش مرسومه مش كده لازم اعمل ايه؟ طب ليه انا بكتب سن؟ عشان لما اجي احسب سن مكتوب ابقى اشوفه ليه ايه الشرط اللي جواه لازم يتحسب. فاروح لايه؟ يبقى انا اروح ارسم سطح جوز. ده عباره عن كوره نص قطاع كان جاي شمال نص قطاع كان ار سمول. يبقى ده كان نص قطاع ار سمول. عشان ار سمول بتمثل المنطقه دي. ثلاث أسئلة، أول سؤال في شكر ولا مفيش؟ في، طب مين هما؟ أو السؤال يعني هي واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة؟ اثنين، مين هما الاثنين دول؟ الشحنة النفطية، بصوا هنطلع ازاي؟ والحتة دي، ليه قلت الحتة دي؟ الحتة دي بس مش شحنة، يعني معنى كده لو أنا عايز ألونها مش لو عملت نقط حمرا هعمل نقط في الحتة دي بس؟ ولا أعمل نقط برا؟ أعمل نقط هنا. يعني معنى كده الشحنه اللي موجوده هي الشحنه اليونت زي الشحنه الحمراء. طب اجيب الشحنه الحمراء ازاي؟ حسب انت عارف لندن ولا روب ولا سن؟ انت عارف روب يبقى اقدر اقول في مين؟ في الحد الاسود كله ولا الحد الاحمر؟ مش انت عارف الشحنه الحمراء؟ يبقى اقدر اقول في حد ايه؟ الشحنه الحمراء. يعني معنى كده ده يساوي ايه يا شباب؟ عارف ما يبقى سيجما كيو سيجما كيو هتساوي الشحنة النقطية زائد الشحنة اللي اللون الأحمر اللي هي رو في الحجم الأحمر. إيه هو الحجم الأحمر؟ بعض الأحيان نفسي إيه هو الحجم الأحمر؟ حجم أشهر. طب طالما أشهر يبقى ليها حجم كبير وحجم صغير. الحجم الكبير بتاعها عبارة عن إيه؟ كورة بتاعت أرض سمول. والحجم الصغير يعني معنى كده هكتب هنا إيه بقى؟ أربعة بتاعت أرواي أرض سمول تقريبا. ده حجم الكورة ليه؟ الحمد لله لازم اشيل منها التجويف. اشيل اللي هو ايه بقى؟ أربعة على ثلاثة باي واحد تكعيب نفس التجويف. لما طبق قانون جوز بقى اللي هو بيقول اي في أربعة باي اي سكوير يساوي سيجما كيو اللي هي كيو نوت زائد رو في أربعة على ثلاثة باي سمول تكعيب ناقص واحد تكعيب على ابسلون نوت. يبقى كده الاي اعرف اجيبها. الاي بيمثل المنطقه ما بين مين؟ ار واحد ومين؟ وار اثنين. طيب الحاله الثالثه اللي هي مين؟ ار اصغر من ار واحد. هروح ارسم انا بقى ايه؟ سطح جوز اللي هو ايه؟ في المنطقه دي. اللي هو فين سطح جوز ده؟ في المنطقه دي يعني. مثلا في منطقه التكوين. الثلاث اسئله في شحنه ولا مفيش؟ كم واحدة؟ اللي هي مين؟ يبقى هل اكتب هنا سيجما كيو سيجما كيو هتساوي مين؟ كيو نوت بس. يبقى اقول اذا اي في 4 باي ار سكوير. هنا انا بكتبه ده لما بطلع في جوز بكتب ليفت هاند سايد بتاعه ورايت هاند سايد بتاعه. هو بقى انا بكتبه كل مره بكتبه مره واحده بس بكتب على الواقع ليفت هاند سايد ورايت هاند سايد. رايت هاند سايد فيها مين؟ كيو نوت مرسوم على ابسلون نوت. يعني معنى كده الاي بيساوي ايه؟ كيو نوت على 4 باي ابسلون نوت ار سكوير. مش ملاحظين ان المدار في المنطقه اللي جوه مش ده مدار الشحنه النقطيه؟ بس فعلا هم في التكوين جوه انت مش شايف ولا ايه؟ الشحنه النقطيه. طب مدار في التكوين في الداخلي بتاع مين؟ بتاع الشحنه النقطيه بس اللي هو كي اللي هو 4 باي ابسلون نوت كي اللي هو ايه؟ بيكون على مين؟ على ارض سوريا. طب لو انا فاكر المساله دي وقلت لك ارقام يعني ايه ارقام؟ اديتك كيلو نقطه رقم فنقطه رقم 10 مايكرو كولوم 3 مايكرو كولوم من الكمبيوتر التكعيب تمام؟ اديتكوا ار 1 ب 10 وار 2 قلت لك مثلا ب 20 وقلت لك هات الاكتريك عند ار ب 5 و15
الخطوه دي. عشان تعمل كده بتعمل خطوتين، ارسم خط جاوز يبقى الشروط بتاعت المره، احاول اخلي الاي منتظم عشان يبقى كلامه سهل، احاول اخلي الزاويه سته تبقى ايه؟ سته عشان التكامل تبقى سته. تمام؟ يبقى الخطوه الثانيه احسب اي وبي اي. الخطوه الثالثه احسب التكامل. الخطوه الرابعه احسب سيجنال كيو بقى عند المواضع المختلفه. الخطوه الاخيره اعوض بالويف كان سايت واعوض في الضوء كان سايت اطلع عن ضوء الايه؟ الاي عند المواضع اللي انا عايزها. كل ده بس هو نفس الطريقه. لو شرحنا المعنى بتاعها شرحنا الطريقه اللي نطبقها ازاي. كده احنا خدنا كل الامثله تقريبا على الجزء بتاع مين؟ بتاع الاسمين. الجزء الثاني ما طلبش الاسلوب. هنشوف هنعمله ازاي؟ اتفضل. تمام. لما باجي احسبها ساعات مش عارف اخش في التفاصيل دي، انا ساعات بيحصل ايه؟ بفضل في الكالكولس ساعات بفضل ايه فانكشن مش كده؟ مش شرط ليمتس؟ مش الليمتس في بعض الدوائر بتبقى ليها ليمت عند نقطه ما لهاش ليمت؟ ليها ليمت امتى؟ بيكون ايه؟ قبل وبعد. ممكن يكون قبل سطح ده قيمه المكان وبعد سطح ايه؟ قيمه. ممكن يكون كونتينر نفس الايه؟ اللي هو بيكون ايه؟ ليمت لما يحسب كل ايه بلس يساوي ليمت لما يحسب كل ايه ماينس مش كده؟ اللي هي قبل وبعد في الاكسيب ليمت لما ار تبقى ار 1 ماينس مش كده؟ اللي هي معناها ايه؟ ليمت الفين عامل ايه قانون ده؟ مظبوط؟ وجيب ليمت ايه؟ بتاع ليمت الفين ار بلس ار 1 بلس الواحد ده ليمت الفين بيبقى من هنا. فساعات بيوقع عندي في بعض القوانين ليمت الفين ممكن تلاقي ليمت الفين ايه؟ بيتغير عن السطح قبلين قيمة وبعدين قيمة زي أي دالة رياضية. شفت كده أهو الرياضية دي يقول لك إيه؟ فايند الليمت بتاع فانكشن مين؟ يقول لي إيه الليمت بتاعت الفانكشن بيكتبها إزاي؟ بيقول لي إف أوف إكس بتساوي ليها كذا صيغة لما إكس تكون أصغر من كذا، إكس بتساوي كذا، إكس مش كده؟ هو نفس القصة اللي بيعملها أصلا. حسب الفانكشن اللي طالع. تمام؟ أه في أسماء فيها شكل بالنسبة للسيركل شيب، شكل الكارو بتاع أي شكل الشهرة. طب نشوف شكل الصغير بيعمله إزاي؟ ليه؟ وانت واقف هنا مش بعدك عن الشغل ده ليه؟ غير
الفكره قلنا شايف ايه كوره، فمعنى كده عشان يكون لازم يبقى ايه فيري لونج ايه سيلندريكال علشان يبقى المجال عند اي نقطه فيها نفس الباور ار يشبع بعض، يعني شبه بعض طول ما انا شايف نفس الشغل. يعني بمعنى تخيل ان في شغله هنا اهو، لو انا هلف عليها دايره هلف عليها دايره، لو انا واقف هنا شايف ايه؟ شغله بعدها 10 سم، لو كملت على الدايره شايف هنا ايه؟ شغله برضه بعدها ايه؟ 10 سم، لو غلفت شايف شغله ايه؟ بعدها 10 مش كده؟ معنى كده جاي لي بمعنى ايه؟ لو انا شايف نفس الشكل معناها شايف نفس مقدار المكان عندي. عشان في ايه؟ في سيمتري، يعني ايه سيمتري؟ طول ما انا بتغير شايف نفس المنطق، شايف نفس الشكل، ده اسمه سيمتري. سيمتري معناها نفس الايه؟ نفس وضع الشغل، يعني معنى كده المجال وانا بلف عشان دايما المقدار ايه؟ ثابت. انما لو انا عندي هنا الاسطوره ديت محدوده ليها بدايه ليها نهايه، مش هجيب المجال في نصها غير المجال في الطرف ده، غير المجال في الطرف ده، الشكل يا عم بيتغير، يعني انت واقف هنا شوف الاسطوانه اللي فوق مفيش حاجه تحت. لو واقف في النص يبقى في نص فوق ونص تحت، لو واقف هنا شايفها كلها تحت، يبقى اكيد المجال هيتغير. انما لو في فريجون ممتدة لا نهاية يبقى دايما نشوف ايه؟ في اي حته لو انا بصيت فوق لقيت شغل لا نهائي وتحت. او بمعنى اخر مش لو انا واقف هنا الشغل دي ليها وقت شبهها ان انا اكمل؟ مفيش في الوضع ده المكتوب مفيش، مش كده؟ يعني لو جربت بصيت فوق فلاشة. انما لو هي لا نهائيه دايما اي عنصر هطلب منها الاقي واحد زيه فين؟ فوق، واحد هنا الاقي زيه فوق، فاي حته انت واقف. مش كده انا بسال لك ايه؟ فيري لونج ايه؟ سلندريكال ايه؟ شيب او سلندريكال فوليوم، عشان دايما المجال عند كل النقط اللي هي نفس الار هيبقى ليها نفس الايه؟ القيمه. عشان انا راسم الجوز دلوقتي هقول هو ليه بقى المنطقه. طيب اول خطوه قلنا عايزين نرسم ايه؟ انا عايز اقول المجال ده في الويب يبقى ليه عباره عن اسطوانه سطحين سطح كوبايه فاضيه. الشغل مش موجود على الخطين دول، مش عارف ناس ما بيعرفوش يقولوا ان الخطين دول عباره عن الشغل دي عباره عن ايه؟ ده عباره عن سطح كده، السطح ده هو عليه الشغل كلها كده. انت جايب ايه؟ ازازه او كوبايه ودهنها باي لون، ودهنها هو ايه؟ هو الشغل بتاعك. فبعرفك ده زي ما قلنا ان كل ايه؟ لتر مربع. في الاكس بتاعها سلك لا نهائي، الشحنه بتاعته ايه؟ لن تقول ان كل متر. دي شبيهه بايه؟ شبيهه بالظبط لما اول مساله او ثاني مساله قلناها، من اول مساله صح الكهربي وتحرك في الشغل في السنتر ايه؟ قوه الشغل في عينها سهله. قصدي انا ظبط اسطواني بس مش هينفع احط قوه الشغل، احط ايه؟ احط لاين او واير، مظبوط؟ طيب تطابق العينه هنا ايه؟ اول خطوه ارسم سطح كبس. تتوقعوا اسهل سطح كبس ارسمه ايه؟ هل ينفع ارسم سفير؟ لو خدت سفير هنا والله خالص. ده انت عند اي نقطه في السفير شايف اشكال مختلفه للشغل. يعني معنى كده هرسم سطح كبس على ايه؟ اسطوانه. لو رسمت اسطوانه هنا اهي سطح كبس اسطوانه طولها طبعا محدود مش عارفين نقولها لا نهائي، فاعتبر طولها ال والنص الرطب بتاعها ار. طب دي اول خطوه. طب ليه رسمت اسطوانه؟ عشان الشويه اللي انا قاعد بشرحها المجال عند سطح جوز هنا زي هنا زي هنا زي هنا زي هنا زي هنا ولا مختلف؟ المجال عند جميع النقط دي هي تبع نفس الار. على السطح الكبير بتاع جوز قيم المجال ثابته ولا متغيره؟ ليه ثابته؟ عشان ليها نفس القوه عن ايه؟ عن السطح. وشايف نفس الشغل فوق نفس الشغل ايه؟ بتاع ان انا واقف على جوز هنا شايف لا نهائي ولا نهائي. واه تبع هنا شايف فوق سلك لا نهائي او صوره لا نهائي او تحت صوره لا نهائي وليها نفس القوه. عشان كده دي هيبقى هنا ايه بقى؟ لان فوق ثابت على جميع نقط سطح مين؟ جوز. يبقى كده لازم اخد حاجه وزن على ايه؟ اسطوانه. دي الخطوه الاولى. الخطوه رقم اثنين لازم اعمل ايه؟ اجهز الخطوه الثالثه، يعني اجهز الخطوه الثالثه ارسم الاي وارسم الدي اي، مش كده؟ طب المقطع الدي بعمل ازاي؟ لو انت عندك هنا كده ادي سطح الاسطوانه دي نمبر بتاعت اسطوانه ممتده، دي تنور ازاي؟ هتطلع فوق فين؟ بجميع الاتجاهات كده صح؟ وفي المستوى ده بجميع الاتجاهات.
يعني معنى كده لو انت بص عليها من فوق كانك شايف الضوء طالع ازاي؟ الضوء طالع في اتجاه دايره مش كده؟ في اي مستوى طالع في اتجاه دايره، انها بتشع فين؟ في اتجاه الريدس. يعني معنى كده الالكتريك فيلد هيبقى فين؟ هيبقى خارج من هنا اهو في اتجاه الار. طب هنا برضه هيبقى خارج في اتجاه الار. طب هنا هيبقى خارج في اتجاه مين؟ الار. طيب عايز ارسم الدي اي سطح جوز مش كده؟ السؤال المهم يا ترى هو سطح جوز هو سطح الاسطوانه ليه كده؟ بس ينفع يبقى سطح ده بس؟ ليه؟ لو قلت السطح الجانبي بس يبقى سطح مفتوح ولا نقطه؟ سطح جانبي بس مش كده؟ انا كنت جاي مفتوح المفروض ده فده سطح ايه؟ مفتوح لازم اكون مع مين؟ القاعده العليا والقاعده ايه؟ عشان اسيبه يبقى ده سطح جوز كام نص؟ ثلاثة اللي هما السطح الجانبي والقاعدة العليا والقاعدة الايه؟ يبقى ارسم تاني دي ايه؟ ثلاثة بتاع القاعدة اللي فوق القاعدة اللي تحت والسطح الايه؟ الجانبي. القاعدة العليا اتجاه الايه بتاعها فين؟ مش القاعدة العليا زي اللي انت فاكرها؟ برسم لك معمول عليها من فين؟ والخارج. يبقى ارسم الدي ايه فين؟ ادي الدي ايه اهو لفوق. حتى تتكلم كده القاعدة العليا حصل فوق. او القاعدة اللي فوق بصل فوق مش كده؟ طب القاعدة السفلى السطح اللي تحت اسمه تحت هي وصلت لفين؟ لتحت يعني معنى كده لما ارسم الدي ايه دي ارسمها لتحت فاضل مين؟ السطح الجانبي اللي هو السطح ده عايز ارسم عمود على الحته دي يبقى كانه بيمر مين؟ الصفر يعني معنى كده زائد الاي والتي هنا بكام؟ 90 وهنا وهنا كام؟ بزيرو. طب كده رسمت الاي والدي ايه بتاع جوز، بما ان جوز ثلاث اجزاء قاعدة عليا قاعدة سفلى، سطح جديد الرسم كان ايه؟ ثلاثة، عشان اعمل كلام عليه. طب بعد ما عملت سطح جوز ورسمت الاي والدي ايه قبل الخطوة رقم ثلاثة اللي هي ايه؟ تكامل اي دوت دي اي على جوز سيرفس. يا ترى التكامل ده هيتعمل مرة واحدة ولا لازم يتجزأ؟ ليه لازم يتجزأ؟ هل هنا الاريا مساحة واحدة زي الكورة؟ يعني تكون هي مرة واحدة ولا تبقى في حتت؟ ثلاثة اللي هم دول بقى يبقى لازم يتجزأ تكامل اي دوت دي اي قاعدة عليا بعد المساحة اللي فوق زائد تكامل اي دوت دي اي قاعدة سفلى زي التكامل اي دوت دي اي سطح جانبي. يا ترى الاثنين دول بكام؟ ان شاء الله تجيب صفر وجيب صفر ليه؟ هكتب لك كده سيتا بكام؟ 90 وهنا سيتا بكام؟ قال لي سيتا اللي انا بكتبها دي يعني. سيتا مش الاي دي اي مش القانون بيقول اي دي اي كوزاين قال لي كوزاين كام هنا؟ 90 وكام 90 بكام؟ بصفر. دي مقولة مهمة لسه ما تاخدش بالك منها. دلوقتي معاك التكامل ده عامل حاجة دايرة. ودول مش عامل عليهم دوائر. هي مالهاش أي حاجة كده، لا أحط ليها المزايا، لا أحط ليها المزايا، مش كده؟ جوز سيرفس ده جوز إيه؟ سيرفس ده عبارة عن كلوز، مش كده؟ بيبقى كلوز سيرفس. إنما القاعدة العليا لوحدها ده اللي فوق إيه؟ سطح مربع؟ عشان كده ما تاخدش دايرة، يعني لو دايرة كده يبقى إيه؟ مش فاهم حاجة. القاعدة اللي فوق في دايرة سطح مفتوح والقاعدة اللي تحت سطح مفتوح والسطح الجانبي سطح مفتوح. طيب ده التريك دوت نادي تكامل اي دي اي كوزاين سيستم. اقدر اطلع على بره ولا ما اقدرش؟ اقدر اعمل بره ده ما اقدرش اطلعه. ليه ما اطلعه بره؟ ده انا قاعد اشوف اول مصر اول المساله مش اللي عند النقطه ديت على سطح الجانبي يساوي دي يساوي دي يساوي دي يساوي دي يساوي دي ليه؟ المسافه ديت هي دي هي دي هي دي يبقى المجال نفس الايه؟ نفس القيمه يبقى فوق منتصف على السطح كله الجانبي يعني ايه؟ عند اي نقطه سطح الجانبي هي نفس النقطه ليه؟ كلهم بيبعدوا نفس المسافه على السن والايه؟ والاسطوانه. طب الاجل بكام؟ بزيرو في الرسمه يعني معنى كده ده في الاخر هيديني مين؟ ايه في الاريا؟ الاريا دي
مين بقى؟ لو انت عايز تكتبها لنفسك خلاص هي عباره عن ايه؟ انا نساء مش عارف امريكا النساء هتعمل بس كده؟ لا بتاعت مين؟ بتاعت جوز لازم تقول النساء هتعمل بتاعت جوز يعني النساء هتعمل بتاعت انا صح؟ لازم ابقى احمر صح؟ يبقى انا عايز النساء هتعمل بتاعت الاسطوانه الحمراء انا النساء هتعمل عباره عن ايه؟ محيط القاعده في الارتفاع هو الغرفه في الايه؟ في الغرب يبقى معنى كده مش القاعده اللي هو كام؟ 2 باي ار اني ار؟ ار في الطول اللي هو ايه؟ ال اخد الضرب بتاع الجوز والطول بتاع الجوز تمام؟ طب كده حسبت الليفت هاند سايد عايز احسب مين بقى؟ الرايت هاند سايد اللي هو ايه بقى الرايت هاند سايد؟ سيجنال فيو لازم حاجه تطلع عن سيجنال فيو انا اقول ان وضعي مختلف ار اكبر من ار تمام؟ طب ار اكبر من ار صح الجوز بتاعها مرسوم ولا مش مرسوم؟ مرسوم اللي هو الخط الاحمر ده السؤال الاول في شغل ولا مفيش؟ طب مش شغل ولا مفيش؟ في كم شغل؟ من قطع مين هم؟ الشغل السوداء والشغل الزرق قولوا كده الشغل السوداء والشغل ايه؟ الشغل السوداء بتاعت مين؟ بتاعت السلك يا ترى السلك كله ولا حته من السلك؟ مش اللي فوق ولا اللي جوه ولا حته من الاول كده اللي طالع كده بس طب سيد لما اتعرف من الناس هو اتعرف لمين؟ لندن ولا سيجما ولا روك كسر مش هنفكر اتعرف لمين؟ طب انت عايز مين؟ شغل الدكتور ده وهو متعرف لندن انا بضيف في مين؟ في ال يبقى دي لندن في مين؟ فطول السيد ريسكو ده يبقى دي عباره عن مين؟ لندن يبقى سيجما كيو هتساوي لندن ال يبقى جبت الشغل اللي ايه؟ جبت الشغل اللي بيقول لك كده السور فاضل مين؟ الشغل الزرق طب الشغل الزرق دي ايه؟ عباره عن ايه؟ دي الشغل اللي موجوده على السطح الجانبي بتاع الاسطوانه هل كل الاسطوانه الزرق او الحته من كل اسطوانه؟ طيب الاسطوانه دي متعرفه بمين؟ قبل ان نسالك شغل الاسطوانه متعرفه بمين؟ سيجن سيجن بتقول في مين؟ يبقى انا عايز اطلب سيجن في المساحه اللي انا شاورت عليها، ايه المساحه اللي شاورت عليها؟ المساحه دي هي لفه كده دي. ايه المساحه اللفه دي؟ المساحه الجانبيه بتاعت الاسطوانه الزرقاء او جزء من الاسطوانه الزرقاء. يبقى عباره عن سيجما في المساحه الجانبيه، المساحه الجانبيه عباره عن ايه؟ محيط القاعده في الارتفاع. يبقى 2 باي ار انهي ار؟ ار الزرقاء. فهل يكون انا واخد بس طول ايه؟ انك واخد الطول من اول هنا كده بس. انك عايز تجيب الحته بتاعت الشغل بتاعت الحته دي. طب كده جبت سيجما كيو يعني معنى كده اي في 2 باي ار ال ايه اللي انا بكتبه يا شباب؟ انا كده بكتب مين؟ بطبق جوز على طول بطبق كده على طول بكتب ليفت هاند سايد وهكتب رايت هاند سايد دلوقتي اللي هو عباره عن مين؟ لندا ال زائد سيجما في 2 باي ار في ال مع مين؟ على ال طبعا تساوي ال تروح مع ال يبقى اقدر ان انا اطلع عليه الالكتريك فيلد عند اي نقطه بره تمام طب مطلوبه صغيره لو انا جيت قلت في المساله ان الاسطوانه دي متعرفه بلندا داش اي لندا كتبتها لندا داش بس انا كتبت لها ايه بقى كل لكل متر يبقى لما تيجي تجيب الشغل الزرقاء انت عارف ايه الشغل الزرقاء؟ شغل الحته دي من الاسطوانه ايه الحته دي؟ شغل طول مقداره ايه من الاسطوانه الزرقاء. طب ايه اللي عرفك بيه؟ هو عرفني بلندن. ابتدى يقول لي ايه؟ الاسطوانه الزرقاء دي كل متر منها لو انت قطعت متر كده يبقى كده ماسك فيها شغل مقدارها كام؟ بلندن. طب هل انت لو انت قاطع من هنا لهنا ماسك متر ولا ماسك قد ايه؟ ماسك ان يبقى الشغل الزرقاء اللي من الاول هنا لغايه هنا تبقى كام؟ تبقى لندن ده شغل ايه؟ ليه؟ لو انا شايف تاني مش هو معبر في الشغل لما لقيت لندن داش؟ لندن داش بتلف مين؟ في طول ولا حجم ولا مساحه؟ في طول يبقى هاجي بقى للحته دي اكتبها زي ما في الكلام ده ولا اشيل ده واحط مكانه مين؟ لندن داش في مين؟ في ال يبقى ده حسب ما انا بتيجي بيه او حسب ما انا معبر في الشغل انا بقول لك اي نعم هي موجوده على سطحي بس انا حسبت
الشحن اللي موجود على النت وطلعت كمان بلاش، طلعت برضه برضه ارخص. انت بتقول لي ان كل نت من الصوره الثابته دي عليه شحن كمان بلاش، بس انا عايز اجيب شحن على طول الموضوع كامل. انت بتقول لي خلاص طبعا كمان بلاش في ايه؟ في الايه؟ اتفضل. نعم؟ طيب لو انا هو لو كان لو عرض الله الشحنه بتاعت الاسطوانه بلمبه او لمبه داش، يعني ايه رقم يعني؟ شحنه طوليه كل ما كل بيت يبقى لمبه داش بتبتدي في مين؟ في طوب. يا اما دي شحنه الاسطوانه او لمبه داش بتاعتها في مين؟ في الطوب اللي هو جوه مين؟ جوز. يبقى الجزئيه ديت هتجيب لي فين؟ هتجيب لي داش بقى لمبه داش مين؟ فين؟ وحسب ما يديك او هو يعرض الشحنه تداني بدايه سته اضرب في ايه؟ بدايه برو اضرب في هول، بدايه لمبه اضرب في مين؟ في طول. هو حسبها وداخل المعلومه بالشكل ده. كل بيت في لمبه، كل بيت مربع في سته، كل بيت مكعب في رو. خلاص لو مدير بيت مكعب اضرب في الحجم، لو مدير بيت مربع اضرب في الام، لو مداني كل بيت اضرب في مين؟ في طول. طب انا خلصت الواقع اللي بره، فاضل ايه يا شباب؟ كمل يعني كمل بقى فين دلوقتي؟ الواقع الثاني اللي هو ايه؟ ار اصغر من مين؟ طب صح الجو ده مرسوم ولا مش مرسوم؟ مش مرسوم، فاعمل ايه؟ انا ارسم سطح جو جوه كده. خلي بالك ده مش تغطيه، مش كورن، بس عشان تعرف عامل دايره فوق ودايره تحت والرسمه دي ايه؟ دول مش تغطيه، دول ايه؟ الخطين اللي بيسموا سطح كبير على الاسطوانه. طيب السؤال الاول، في شحنه جوه سطح كبير ده ولا مفيش؟ في انهي شحنه؟ الشحنه السوداء اللي هي بتاعت ايه؟ بتاعت السلك بس. يعني معنى كده سلك مكتوب هي شحنه السلك فقط اللي معرف بلان، يبقى ده بلان ايه؟ فين؟ يبقى اذا اي في 2 بار ار ام بيساوي لمبه ام على ابسلون نقطه، يعني اي بتساوي لمبة على 2 باي ابسلون نقص مين؟ فار. ده مين ده شباب كده؟ ده قانون ده مين ده كده؟ القانون ده بتاع مين؟ كانه بتاع مين بس؟ مش انت وطريق جوه شايف احنا جاي مين؟ السيف ولا السيف والاسطوانة؟ السيف بس زي الفوت الشارج. يعني معنى كده القانون ده بتاع مين؟ بتاع السيف. يعني انا بس مسألة قلت لك استنى القانون سيف كده ما هيش. تعمل كل الرسمة دي؟ لا، هتعمل إيه؟ ترسم السلك كده بس، ترسم سطح جوز ده، وترسم الدي والدي إيه وده، صح كده؟ مش دي حاجة خاصة؟ أنا أخدت حتة بس من الرسم، من المسألة، دي كنت بتاعت عادة القديم المليان وتعلمت فيها لاين واير، دول مش وده دي أسطوانة رفيعة جدا، هرسم سطح جوز على إيه؟ أسطوانة وأعمل التكامل ده يطلع بالقيمة دي. هعمل الحتة ديت تعمل دي؟ لا ما هو مفيش طوله. تعمل مين؟ عندك كذا موضع ولا موضع واحد؟ موضع واحد اللي هو مين؟ بتاع ايه الشحنه اللي موجوده؟ بتاعت السيف اللي هي لمبه ايه؟ يقول لك كانه قانون مين؟ السيف. زي ما قلت لكم قبل كده مثلا لما بدات بيها المحاضره، مش لما دخلنا بقى الثالثه طلع اي بيساوي كيو نقطه 4 باي اف مقدر كيف؟ اللي هو مجال مين؟ الشحنه المفتاحيه. بس فعلا انت لو جوه هتشوف المجال بتاع مين؟ بتاع السيف فقط. طبعا نفس المسائل كده خلاص بعض من نفس المسائل اللي كانت في الكوره هي نفسها فين؟ يعني لو عايز اعمل مساله شبيهه، مساله شبيهه لان انا بدات ده المحاضره تفتكروا اعملها ازاي؟ انا مساله شبيهه بتاعتها بالظبط اعمل ايه؟ بدل بصوا المساله مكتوبه عندكم كانت مكتوبه ايه؟ سفيركا فولي اوف ار 1 وار 2 مش كده؟ هي سفيركا اللي هي ايه هنا؟ سفيركا ليه؟ فولي يعني اعمل كده والشغل موجوده فين؟ ما بين ار 1 وار 2 بس. بتعرفها فوق كل من كل متر بعيد. وده ار 1 وده ار 2. وهحطه في النص ايه؟ سلك متعرف بمين؟ بلندا كل من كل متر. مش هتعمل مسألة من أول مرة؟ صح ولا لا؟ في كم موضع هنا؟ برضه نفس الخطوات، نفس الطبق ايه؟ زوج، على ايه؟ صور. يعني الخطوة دي ودي لغايه هنا لغايه هنا لغايه ده، صح؟ ايه اللي هتغيره؟ ثلاثة مسك مفيهم. كم موضع عندهم؟ ثلاثة. طب لو انتوا بره في كم شحنة؟ شحنتين، ايه هما؟
طيب ليه؟ وطولها الى كام؟ ال. هل مستطولها بيساوي يا شباب؟ مساحه القطاع في الارتفاع، يعني لانها ايه؟ كانها مساحه كام؟ مره سيجما كيو بتساوي رو حجم البشره. بص هتعملها ازاي؟ باي ار 2 تربيع في ال. مين ده؟ مين هو باي ار تربيع في ال؟ ار 2 في حجم مساحه الاسطوانه الكبيره. احط هنا ايه؟ ناقص باي ار 1 تربيع في مين؟ يبقى ده حجم ايه؟ حجم التكوين. زائد مين؟ مين هو ار 1 ال ده؟ تربيع السالب، صح؟ طب حد يقرا بسرعه بقى يجمع القوانين. لو انا جوه هنا الحته دي تبقى ازاي؟ بدل ار 2 تربيع يحط مكانها مين؟ ليه؟ لان بدات تاخد حته بس من ايه؟ من الشغل. بتبقى من ار 1 الى ار 0 مش من ار 1 الى ار 2 تمام؟ طب لو هو
او هنا او هنا على مستوى المتر بس نقطه محدوده زي ما قلت لك على الصور يبقى انت واقف هنا انت المتر زي هنا زي هنا ليه؟ لان وانا واقف هنا ابسط حاجه مش شايف حاجه ناحيه الشمال صح كده ولا لا؟ لو واقف هنا في النص بالظبط شايف مساحه في اليمين زي الشمال بالظبط في سيبك ولا مفيش؟ هنا مفيش. يعني معنى ايه اسم الاثنين؟ زي الخط انا واقف في النص. مش اي شنطه موجوده يمين تروح زي شمال واليمين المكان بتاعها هيبقى عامل كده صح؟ احتل الافقي وراسي. ليها واحده شمال ولا مالهاش؟ ليه؟ اعتزم في الاتجاه ده. يعني معنى كده ليه؟ الافقي اهو والراسي اهو. بقى مين؟ الراسي. طب عامل النقطة دي النقطة دي بقى تقف هنا وفي خدت أي شغل هنا يعني تروح شغالها؟ يعني معنى كده عن النقطة دي كل ما تقف قدام التماشى؟ لا ليه؟ عشان في السجن يعني ايه في السجن دي؟ يعني لو طلع على شغل اليمين مش هلاقي واحدة زيها ايه؟ طب ده بالنسبة لو اريا محدودة لو ايه فاينل اريا؟ ايه فاينل بقى يعني ايه بقى؟ المفروض فين في بعض؟ يعني ايه فاينل؟ يعني هو واقف هنا بصيت يمين شايف مساحة بصيت شمال بصيت قدامي لان هيمشيها بمعنى لو انت حطيت ايدك على اي شغل يمين تقدر تعمل ايه؟ تحط ايدك على اي بيت يعني معنى كده لو نقلت لاي نقطه ثانيه نفس الموضوع ولا لا؟ لو مسكت اي شغل صغيره يمين هلاقي زيها يعني معنى كده دايما لما الرجل الاوروبيه هيحصل لها ايه؟ فتلاشي كل شغل يمين في تلاشي اللي قدام زيها واو يبقى دايما لو عكس المجال بتاع الانفرمان شيت يتقسم ليه؟ ليه مثلا افقيه وراسيه مايل بالطول العرض لازم يبقى عباره عن ايه؟ لازم يبقى عباره عن عباره عن ايه؟ خطوط راسيه لفوق وفين؟ وتحت. ليه يا شباب خطوط راسيه؟ ان لو قلت عن النقطه ديت تحت الشغل دي ودي هتلاقي دي كده الافقي بتاعها شمال والراس لفوق هنا الافقي هو يمين والراس لفوق يبقى دايما الافقي هيحصل له ايه؟ بلاش ده انا جيت مين؟ فهمت ليه بتقول فيري لونج سيلندريكال سيمتريز او ليه كله او ليه فاينانشي عشان اشتغل على ايه؟ السيمتري يعني ايه سيمتري؟ يعني انت فهمت عن اي حته في المنطقه الشرقيه ليها سطرين مش هنا غير هنا غير ده طب كل النقط يبقى ايه؟ زي بعض طب هنا عشان انا فيها مين؟ بس اتشرحوا شوفوا فاهمين ليه بنقول ايه فاينايت؟ وليه بنقول فيري لونج؟ سبريت ايه؟ شيل تمام؟ عشان يبقى المجاعة عند جميع النقط نفس الطريق. طيب هنا اسف بالظبط هي جاوبت على ايه؟ ابسط حاجه اللي برضه هنا عباره عن اسطوانه. وليه فعلت كوره؟ لو خدت كوره مش الزوايا بتتغير ما بين ايه وايه ولا لا؟ مش لو انت راسم الكوره الكورة دي مرة تبقى لفوق مرة كده مرة كده مرة كده الزاوية بين الإي والدي إيه؟ بتتغير ولا لا؟ بتتغير ما أعرفش أنا كورة لو حط أسطوانة هنا طالما هو أسطوانة عبارة عن كام جزء؟ تلاتة مش كده؟ طيب الدفع اللي ماسك الإي بتاعهم فين؟ القاعدة العليا أهي القاعدة السفلى اهي وسطح جانبي طبعا ايوه عن سطح جانبي في نفس الاتجاه الزاوية ثابتة ولا مش ثابتة؟ ثابتة يعني ايه ثابتة؟ يعني على القاعدة اللي فوق نفس القيمة اللي هي كام؟ 90 القاعدة اللي تحت عندها تطلع على القاعدة اللي تحت تاني بكام؟ بكام على القاعدة اللي تحت؟ 90 ولا صفر؟ يعني ده ايه؟ في المسألة اللي فاتت مين اللي بزيرو هنا بقى؟ قال لي التكامل بزيرو يعني ايه دلوقتي كتير؟ هناك من شويه مع بعض الاغنياء وصلت لما كان بزيرو. طب هل ده بعد ما زنت؟ لا. اتفضل. ما طلعش ايه؟ 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 هو مش فاهم كده هو بيمشي وقت قديم كده ولو وصلت لنا هتلاقي في لاين كده كده عامل كده. ونطلع تاني لاين عامل كده.
Thank you.
صح كده؟ اللي هي تحت القاعده اللي فوق واللي تحت. مظبوط كده؟ طيب على نفس بقى سيجما دي اللي هي فوق اللي هي جوه الجوز. السؤال في شغل جوه الجوز ولا مفيش؟ عشان تتخيلوها تخيلوا بقى اللي ينفع اللايف شيت مجنون بلون ازرق
واتجاه. امسك انا بعمل ايه دلوقتي؟ امسك مين؟ خلصت الشحنه الاولى، امسك الشحنه الايه؟ الثانيه اهي. عرفت ان الاتجاه الشحنه ايه؟ سالبه، يبقى المجال هيجيبها من تحت ويجيبها منين؟ من فوق. بكام المجال ده؟ بكام؟ اثنين سيجما على اثنين اكس نجوم، اثنين سيجما على اثنين اكس نجوم، اثنين سيجما على اثنين اكس نجوم، مش كده؟ اعرف كده اجمع كده ولا خلاص؟ مش عارف اجمع؟ اجمع مين؟ عند النقطة ايه؟ عند النقطة A و B و C المجال بكام واتجاهه فين؟ فجمع جمع اتجاه. عندك كام مجال في المنطقة دي؟ مجالين، مين هما؟ ثلاثة سيجما من فوق واثنين سيجما من تحت، يبقى المحصلة كام؟ سيجما لفوق، يبقى المجال هنا محصلته سيجما على اثنين في اكس نقطة لفوق. طب في المنطقة اللي في النص؟ خمسة. مين هما المجالين؟ ثلاثة سيجما من تحت واثنين سيجما من تحت، يبقى المحصلة خمسة سيجما على اثنين اكس نقطة واتجاهها لتحت. طب في المنطقة اللي تحت؟ في ثلاثة سيجما لتحت واثنين سيجما لفوق، يبقى المحصلة سيجما لفين؟ تحت. فجمع جمع اتجاه 15 لتحت و10 لفوق، يبقى المحصلة كام؟ خمسة لتحت. فجمع جمع اتجاه كام في اتجاه جي وكام في اتجاه ناقص مين؟ ناقص جي. اسمها صورة ايه؟ بوزيشن برنسبل. يعني معنى كده ممكن نجيب لكم مسألة عاملة كده. Thank you.
هناك معاه يا وكالة النقل اللي جاي عن موقف سيب هتقول لي سوداء عن سيب سوداء اللي هي سيب معاه اللي هي سيب ممكن الألف كان مسألة الموضوع ده كده؟ ليه؟ حط لها بلد ده حط لها بيت حط لها بلد صح خلاص حاجة من فرق حط لها بلد سيب ممكن أحط هنا شنطة مصطفية أي شيء؟ اتفضل نعم عامل ايه؟ ايه ايه وعلى شيء ده؟ مش نعمل ديستنس لا ده مسائل طيب عشان الحته اللي انت عايز تقولها ديت قولها بسرعه كده يعني ايه ينفع لاين شيف بصوا لو انا واقف عند النقطه دي يعتبر عن البنك يعتبر عنه ملي صح صغير قوي بالنسبه لي ايه بالنسبه لي فاينانشال شيت ان انت مين عارف دمك لو دمك واقفه هنا مش تشوف ده كده صح؟ صح لو انا واقف فوق ما بقاش انفاينانشال فموضوع انفاينانشال ده حسب ايه؟ ريلاتيف انا واقف فين؟ صح كده؟ زي تخيل احنا بالنسبه لنا الكره الارضيه انفاينانشال مش كده؟ لان شايف كده في النهايه لو وقعت فوق في الفضاء الخارجي هتشوف الكره الارضيه ايه؟ الفراغات ولا شكلها حدود ودايره وحاجه مش كده؟ يبقى حسب الايه؟ الديستنس ده بالنسبه لي عباره عن ايه؟ الفراغات واضح؟ يبقى اذا موضوع الصوره بوزيشن برنسبل انا ممكن اتوقع اي اشكال بقى يعني اتوقع انا اكتب اي اشكال هو لسه ما خلصش دلوقتي احنا كنتين وعيد ايه؟ لسه بدري لسه ربع ساعه 10 دقايق ولا ايه؟
تخلي الالكترونات الخارجيه تسيب الذره وتمشي عشان مفيش تيار قمر. يبقى اذا وجود مجال جوه الكوندكتور اصبح كانه ايه؟ وجود مجال مع فريق شارج فوق كانه فريق ايه؟ ميك خط. طب وجود مجال مع فريق شارج هيبقى في ايه على فريق شارج دي؟ في فورس في قوه. بما ان في قوه وهي فري يحصل ايه؟ تبدا تتحرك. لما تبدا تتحرك تعمل ايه؟ تيار كهربي. هل دي كده حاجه ساكنه؟ هل دي الكتروستاتيك؟ يا صاحبي الكترو ايه؟ اي نعم انا بقى في تيار كهربي بيعمل مجال فري يبقى الموضوع تاني خالص. طيب يعني معنى كده لو قعدنا نتكلم على الشرط الحاجه الساكنه لاي كوندكتور. اللي هي لو كتبت الكلمه دي لازم اي يساوي زيرو. صح كده ولا لا؟ يجي اسمع الحاجة الساكنة لازم اي كوندكتور يبقى الاي جواه بكام؟ بزيرو مش طيار يمشي. لان لو طيار مشي يعني ممكن زيرو. طب مشي اسمه مشي بقى في دايناميك. مش قصدك ليه تبقى دايناميك ولا ليه ستاتيك؟ خلاص ما بقاش ليه ستاتيك. في سكون هنا مش ستاتيك فبقى ايه؟ ليه دايناميك دخلنا الموضوع تاني. يبقى عشان الحاجة الساكنة تتحقق لازم الكرات يبقى بكام؟ ما يبقاش مكان مغناطيسي. يبقى الاي بكام؟ بزيرو. مع كده الفريق الالكترون بيتحرك ولا ما بيتحركش؟ يبقى الاف على الفريق الالكترون لازم تساوي كام؟ زيرو. صح كده؟ طب عشان تساوي زيرو لازم الالكترون فيلد جوه الكوندكتور يساوي كام؟ عشان الاي بزفر يبقى الالكترون ما تتحركش. وعشان ما تتحركش ما ينفعش يبقى عليها قوه. عشان ما ينفعش عليها قوه اللي هي كيو في الاي ولازم يبقى بكام؟ بزيرو. يعني معنى كده الاي كوندكتور في الحاله الساكنه وبعيد كلمه الحاله الايه؟ لازم يكون المكان بكام؟ طب لو ما كانش بزيرو بقينا الالكترون ده كام خالص؟ ضفنا حاجه ثانيه خالص. طب عشان الاي يساوي صفر ينفع يبقى جوه الكوندكتور في شحنه؟ ينفع ارسم دوس هنا كده كده ارسم قوه كده مثلا. يبقى في مجال جوه وبره، احنا لازم مساله الدوس اللي احنا عملناها تاني مساله الدوس. اللي هي بتاعت السبيكتر كله، بتاخد سطح جوز جوه وسطح جوز فين؟ بره. طب لو مساله كوندكتور ما تقدرش تعمل ده، تعمل ايه؟ تروح تحط الكيو فين؟ اشمعنى؟ عشان غالبا لما تيجي ترسم الجوز هنا تلاقي سيجنال فيه جوه الجوز ده بكام؟ يبقى في الفيلد بكام؟ دي هي الحاله الساكنه بتاعت الكوندكتور اللي كده بتحققها. واضحه؟ يبقى لما تيجي ترسم اي شارج الكوندكتور لازم تتحط فين؟ بره. اشمعنى؟ اشمعنى؟ علشان الشحن اللي فات بقى بزيرو يبقى انا برسم الجوز الاقي كيو زيرو يبقى الاقي الفيلد بكام؟ بزيرو. لما تيجي بقى فورس بزيرو مفيش حاجه بتتحرك مفيش طلب يبقى احنا شغالين في الحاله الايه؟ الساكنه. طب ده بالنسبه لايه؟ الوضع اللي انتم بتوزعوا ايه؟ شحنات. طب افرضوا كده مساله. المساله هتدي لي كالاتي. هقول لكم سفيريكال فوليوم او سفيريكال شيب اوف ار 1 وار 2 هاز على الفوليوم الاول؟ لا. احط الاثنين
السائلة ازاي؟ لماذا مصطفى جالس في المنطقة دي كده؟ وبنت تسأل انت سيجما كيو اللي هي بكام؟ بزيرو. لو جيت تقول لي بكام؟ يقول لي حاجة سيجما بتاعت الكومبار. لو جيت تقول لك مسألة صح. طب لو انا جيت قلت ايه؟ سبيريت اند شيب اوف تايب الكتريك. طيب عايز اعمل ايه؟ اوزع شحنة فين؟ كمل هنا زي اول ما اشتغل بقى في كمل المحافظة. طيب كده الوضع مستقر وزي الفل. اوكي المسألة ودي اللي بقى اتفضل. في ايه؟ في ايه؟ لا هي طبعا تستقر لورا. ما ينفعش الشيء من طرف الداخلي والخارجي. عشان اوصل لحاجه ايه؟ الساكنه. لان الشيء ازاي؟ بتوصل بطاريه هنا كده. فلو تبدا تعمل ايه؟ تحط الشباك على سطح الايه؟ الخارجي. تمام؟ هتكلم عن الحته اللي جايه. طب هنا انا حطيت دلوقتي نقطه لزرع الناس وكده، حاجه ساكنه مش غلط ماشي. طب في طن مش هيبقى في التفكير اللي هو كان بزيد. طب بصوا الحته دي يا شباب. دي اهم حته في الموضوع. اذا قلت لو حطيت شغل هنا كده كيو حطيته وانت فهمت المساله بالشكل ده، هل كده لقيت فيه دوبل كونتاكتور بزيد؟ لا. طب ايه اللي هيحصل بقى؟ اللي هيحصل ان الكونتاكتور هيظبط نفسه. هيبقى في مرحلة انتقالية لغاية ما نوصل لحالة الاستقرار. ايه حالة الاستقرار؟ ان المكان اللي محصل جوايا كان بزيرو. ايه اللي هيحصل بقى؟ نفهمها بالراحة المعمولة اللي جيتها في الاخر ايه؟ مش الشحنة دي هتعمل مكان هنا؟ شحنة زي هتعمل مكان؟ اصبح في البداية ترانزيت في المرحلة الانتقالية في مكان جوه الكونتاكتور ولا لا؟ في مجال. المجال ده هيعمل ايه في الفريق الكتروني؟ شوفوا اتجاهه وشوفوا الفريق الكتروني هيحصل لها ايه. طبعا في مجال بتاع الكيو كابل موجود جوه الكونتاكتور، يبقى الفريق الكتروني عليها قوه. تبدا تعمل ايه؟ تتحرك عكس المجال صح؟ يعني يبدا يعمل ايه؟ يتراقب هنا كده الكترونات. صح كده؟ الالكترون بتعمل ايه؟ بتعمل ايه مع الزمن؟ في البدايه راح الالكترون 2 3 4 1000 2000 3 مش كده؟ هل التراكم ده هيستمر الى ما لا نهايه ولا هيقف في لحظه معينه؟ ايه اللي هيقف في اللحظه دي؟ مش اول ما شفت الالكترون تسال ناقص كيو اصبح المكان جوه الكونتاكتور كام؟ زيرو. خلاص مش الالكترون ده اللي هيتحرك خلاص. في 10 مليون اتحركوا راحوا على السطح الداخلي عملوا مجال معين في التعديل ده او معنى صح خلوا جوز لما يتزن جوه سيب مجال اللي جوه جوز تبقى بكام؟ يبقى المجال بتاع جوه بكام؟ بزيرو. تفسيرها كفيزياء كفيزياء اطلع في مجال هنا اهو تعديل ليه بكام؟ وفي مجال هيمشي كده بتاع الشباب السايبه دي السالب ده يقعد يزيد بمعنى لو كان ده مثلا 10 بتاع الشباب المنطقيه أول ما الإدراك دي تتراكم طبعا الإدراك دي شبكة سليمة وبره شبكة إيه؟ بقول المجرد تفسيرها إيه؟ فيمشي على مكان من الجوبة الجثام في بداية كان واحد في البداية ده في التراكم شوية شبكة سليمة بره شوية نقطة تراكم من ناحية تانية المجال ده بقى واحد هو المحصلة كام؟ 9 هو ده 10 وده بكام؟ 9 9 يعملوا إيه؟ يكملوا ياخدوا شبكة سليمة من الحيط ويجربوا من المكان المجال ده بقى كام؟ 2 بقى المحصله كام؟ 8 لسه بقت رقم زي التاني وزي التاني المجال اللي عداه بقى كام؟ 3 المحصله بقت كام؟ ده عمال يحصل له ايه يا شباب؟ ما يزيد ده دي التراكم مش بيقعد يعمل ايه؟ تزيد هل دي المجال ده؟ تقف امتى؟ اول ما المجال بتاعها يبقى كام؟ ال 10 خدوا المجال ده كام؟ في الاقدار ده بيتحرك؟ لا خلاص وصلت لحد الايه؟ الاستقرار الاكسترين ستيت يعني معنى كده هي الرقم اللي هو شوف مكان سالب كيو لازم برضه يطلع كام؟ كيو واحد يقعد يفكر ماشي احنا فهمنا الناقص كيو ايه الموجه اللي بتجيب الجد منين دي بقى ان شاء الله يعني؟ بس كده فهموها بس دلوقتي والله هي كده مش اللي حصل
الزهرة بقت طاقة ولا بقت قانون؟ الزهرة اللي هو مشي منها مش هو كانت موجودة زهرة بالعدد؟ صح؟ عدد البروتونات لعدد الالكترونات، هو ساب الالكترونات بتاعته سابهم ساب الالكترونات ومشي. الزهرة دي بقت متعددة ولا بقت مجددة؟ طب الالكترون مشي عكس الايه؟ مجال. الشحنة المجددة اللي هي الزهرة اللي حواليها الشحنة بتحصل اصلها ايه؟ تمشي ايه؟ مع الميجاترون في روح الله قديم ولا اضل؟ اه دي كانت ماشيه مع الميجا. يبقى معنى كده الالكترونات هتروح على السطح ده في عكس المجال، والذرات بتاعتنا اللي هي اتحولت لايونات موجبه. ليه؟ لان عدد الالكترونات ده اقل من عدد، بما انها اتحولت لشحنه موجبه يبقى المجال بيعمل فيها ايه؟ تعديلات، يمشيها بعيد، يوديها على السطح بتاع مين؟ ارضه. يبقى كل ذره اهي، انا ذره اهو، المجال بتاعك يوم كابتا اللي يعمل ايه؟ ياخد الالكترون مني يوديه فين؟ على الاول الموصلي ممكن حقه يسد ويمشي، صح؟ انا اتحولت لشحنة ايه؟ مجابة. طبعا الشحنة المجابة موجودة في مجال بتاع بيو كابتا، لازم اعمل ايه غصب عني؟ انا شحنة مجابة وفي مجال لازم اعمل يوصل لي فرص، لو فرص يوديه فين؟ مع المجال تمشيه من ناحية تانية. ابتدي فين انا؟ على الارض دي، والالكترون بتاعي فين؟ عشان كده لو اتكون شعر هنا ناقص كيو لازم هيبقى كام؟ ينفع تبقى 2 كيو او نص كيو، اشمعنى؟ لان كل ذره مش منها الكترون ثاني وهي بقت شعر مجرد نفس القيمه. يبقى كل الكترون بيروح ثاني وتروح برضه شعر ايه؟ مجرد. كل الكترون ثاني لو 1000 الكترون على الصفحه الداخليه، على الصفحه الخارجيه هيبقى كام؟ 1000 ايون او 1000 ذره اللي اتردوا ازاي؟ سابوا مش كده؟ يعني معنى كده نفس الشرط السابق ده في رقم جوه، هي مسألة في رقم فين؟ بره. يبقى قبل ما تحل المسألة هي دي بقى. يبقى لما اجي اكمل المسألة هنا لازم اقول ايه بقى؟ سفيريكال كونتاكتنج. سفيريكال كونتاكتنج شيب ليها R1 وR2 وليها فترة تشارج، حاجة اقول هنا ايه؟ ايه بوينت تشارج. كيو اف ذا سنتر. طب اول سؤال ايه اللي هسأله؟ مسألة هتصير مفيدة شكل ده او شكل تاني. اول سؤال هقول لك ايه؟ اول سؤال فايت ذا تشارج اون ذا انر اند اوتر سيرفيس اوف ذا شيب، يعني ايه؟ عايز اوقف الشحنات على السطح الداخلي والسطح الخارجي بتاع الشيب. اول سؤال عشان تعمل ايه بقى؟ تعمل الفكر ده. سألتك في حاجتين هنا كده، ايه هما؟ انك تبقى عارف ان ال 2 كيو بتوع الشيل لازم يبقوا بره، ما ينفعش يتوزعوا على الكل، اشمعنى عشان تاخد ضرب؟ ودي النقطة الأولى. لما حطيت لك كيو في السنتر تقول لا استنى ده في كيو في السنتر، يبقى لازم الخطاط كده ما تظبطناش. لازم المكان جوه الكونتاكتور كده في محطة تنزل لازم كده تظبط نفسها، يعني ايه؟ الكيو تروح كده والكونتاكتور تروح كده. يبقى لازم تقول لي هيتكون هنا كام؟ كيو هنا كام؟ يبقى هنا سيرفيس على شغلنا كام؟ سالب كيو والاوتر كام؟ 3 كيو هم مين؟ 2 كيو مين؟ 2 كيو. ادي الارقام بقى هديها لك. لو جيت اديك 3 كيو يبقى هيكون هنا ايه؟ ناقص 3 كيو هنا يبقى هنا ناقص 3 كيو جه عليها كام؟ 5 كيو. طب لو جيت السالب 9 الكيو تروح فين؟ بره. والايونات يبقى ثلاث كيلو هنا يكون ايه؟ موجة كيلو وهنا ثلاث كيلو. تعرف بقى تعمل المسألة بقى جوز؟ ما أنا أول سؤال أقول لك فايند الشراش كونسيلر عن الأول سيرفس. ده السؤال الأول. السؤال الثاني فايند الإلكتريك إيفري وير. طب أخش كده بس يعني إيه؟ أرسم الإيه؟ صافي يعني بس هنا كده كورة وعايز أرسم المجال. أشوف طالب يعرف يرسم المجال كويس. يرسم المجال ازاي؟ المجال ياخد من كرة الشارج ويقف هنا ويكمل من هنا لما نهاية. صح كده ولا لا؟ ليه؟ هنا الالكتريك كام؟ ينفع طيب ولا كده ولا سنة مش واخد بالي؟ طب ما تقول لي طب ليه وقعد يعمل حركة رمزية كروس كيس مش كده؟ عشان المجال يقف فين؟ عند دول. بدل ما يديله وانتهى عند ايه؟ ناقص كيو. يبقى هنا المجال في كام؟ في زيرو. لما تيجي تقسمه جوز هتقسمه ليه في حد سايد طبعا هو بيطلع كام؟ اي فار
عقاري قضيه موت تربيه. سيبنا نشوف المواضيع المختلفه. سيبنا نشوف المواضيع المختلفه. في كم موضع؟ في كم موضع؟ ايه؟ ثلاثه. اللي هم مين؟ اصلا الاول واركو واكبر من مين؟ لو انا اكبر من اركو سيبنا نشوف كام؟ كيو وناقص كيو واثنين كيو وموجب كيو وكام؟ ثلاثه كيو. وانا بقى اقرب على طول سيبنا نشوف كام؟ يبقى كيو كام؟ بصفر. لو واحد من ثلاثه طلع لي بي رقم نحقق له صفر في المساله ولا لا؟ ليه؟ ليه اديله صفر؟ دي مش غلطه رياضه. دي مش غلطه رياضه. مش هو نسيت الرياضه وبيعمل حاجه ولا لا؟ لان هو مش فاهم. لان هو كان بيقول لي ايه؟ شو ما يجي يقول لي اه يعني اه والله هو اخر يقول لي جوه كونتر وطلع لي جوه كونتر مش هعمل كونتر ما فهمش الموضوع اللي عامل ايه فيه اصلا يعني كونتر في كوريه في مش هعمل خالص لازم يكتب يرجع جوه كونتر في كام؟ في سي. طب جوه في مين؟ في يو. شايفين المساله دي بالظبط حاجه تالفها وعرفوا تتعلموا من الالف مش واخدين انا خدنا شبيه المسائل السفيرك لازم يكون ليها شبيه ايه؟ شبيه فين؟ طب هترسمه ايه بقى هنا؟ سفيرك قال ايه؟ شيء رقم ضغطه لو جاب ان ديت مشغوله بكثافه Gracias.
لكن دي معناها في حته